هي الطريق وشرفك يا بلدي. سحابة وتعدي وبرضه انت بلدي. حرية على طول الزمان، حب وسلام في اي مكان. وشرفك يا بلدي، لا تبقي يا بلدي، حياتك هي عمري وقدرك هو قدري. مهما عملوا يا بلدي فيكي، مهما عملوا يا بلدي فيكي، احنا ليكي، احنا بيكي. ده احنا ياما خدنا منك، ده احنا ياما خدنا منك. فيها ايه لو يوم نديكي؟ يلا تعالوا كده بينا كلنا نرفع أكف الضراعة إلى المولى تبارك وتعالى. وكل واحد مننا زي من كام يوم كده أحد مشايخنا قال لو الواحد تذكر حاجة عملها ابتغاء مرضات الله عز وجل، من الممكن، بس مش من الممكن، ده أكيد ربنا سبحانه وتعالى هيفرج علينا كربة من هذه الكرب. فتعالوا كل واحد يرفع أكف الضراعة في الوقت الجميل ده، وقت السحر في الثلث الأخير من الليل، نرفع أيدينا لربنا سبحانه وتعالى ونقول: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل نفس وحين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصلي وسلم وبارك يا ربنا على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك اللهم لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت، فإنك سبحانك وتعالى تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت. تباركت ربنا وتعاليت، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بفضلك وحد قلوب المؤمنين، اجمع المسلمين على كلمتي الحق والدين، واجعل الكلمة العليا لأمة سيد العالمين. اللهم إنا نقف على بابك فلا تطردنا، اللهم إنا نقف على بابك فلا تطردنا، اللهم إنا نستنصر بك فانصرنا، اللهم إنا نتوكل عليك فلا تكلنا. ربنا لا تجعلنا ذنبا في هذا اليوم الكريم إلا غفرته، ولا مرة